بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة ديالنا سولو اس في تي. اليوم غادي نشوفو الفيديو رقم 8 في الجيولوجي. سيلفو بلي، الفيديوهات الاولين يعني باش توصل لهاد الفيديو 8، الفيديوهات الاولين راه مهمين بزاف باش تفهم هاد الفيديو 8، حيت ميمكنش غتفهمو بوحدو. غادي نحاولو نشرحوهم بسطو الى اخره. علاش كنركز على هاد الفيديو رقم 8؟ لان الامتحان الوطني الاسئله اللي كتحطوا فيه عندهم علاقه كبيره، وراه غتكونوا كتخدموا امتحانات الوطنيه عندهم علاقه كبيره. الا عندك شي مشكل في الامتحانات الوطنيه ما تفهمش كيفاش كيجاوبوا على الاسئله، فراه هنايا غادي تلقى الحل ديال المشاكل ديالك بالنسبه للجيولوجي. هنا كيفاش كنحللوا واحد لا سيري ميتامورفيك، ولا واحد لا سيكونس ميتامورفيك اللي قلنا هي واحد المجموعه ديال لي غوش اللي عندهم نفس لوريجين ونفس لا كومبوزيسيون شيميك ولكن يسون ديفيرون. الو كيفاش غادي نحللو ان سيري ميتامورفيك؟ تبع معايا. اولا لا ميثودولوجي داناليز غادي نقلبو فيها على لا ستريكتشر. بعدا اون كونستانت ان موديفيكاسيون دو لا ستريكتشر كي باس دو ليطاج، يعني كتكون على شكل طبقات ليطاج، فيغ لا شيستوزيتي. لا شيستوزيتي هي البنيه المورقه، عرفتي كيفاش؟ بحال الوريقات ديال الدفتر. الوريقات ديال الدفتر الا شفتيهم من الجناب كيبان لكم ورقه 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 ورقه، دونك مبريسين. الوغ الطبقات كيكون كل طبقه عندها واحد السمك واحد الى اخره، ولكن مع لا بريسيون كيصغار هذوك السمك. علاش؟ دونك الطبقات كيتوضع اوريزونتالمون كيكون عندهم واحد ليبيسور اللي كيعكس المده اللي ترسموا فيها، ولكن افيك لا بريسيون كتجمع هذيك الطبقه وكتولي على شكل وريقه. دونك فيغ لا شيستوزيتي تنهضروا على شي دون لو شيست اي لو ميكاشيست، يعني لا شيستوزيتي اللي كاينه في الشيست والميكاشيست. فيغ لا فولياسيون، لا فولياسيون هي لا ستريكتشر ديال ديال الجنيس. الجنيس دونك حنا كنعرفوه ارجيل شيست ميكاشيست جنيل جنيس. الوغ شيستوزيتي شيست والميكاشيست، وفولياسي راه هو الجنايس. الجنايس علاش؟ لانه ما كيستمرش الضغط فيرتيكال ولكن كيولي الضغط اوريزونتال، يعني جاي من الجناب. الوغ شوف معايا، الا شفنا هذه هي لا ستريكتشر ديال لا شيستوزيتي. الوغ سو سون دي بوند، يعني واحد الفويات وريقات مانز رقاقين دو بوند كلير اي سومبر، فيهم بيض كحل بيض كحل بيض كحل بيض كحل. نفس الشيء بالنسبه للفولياسيون، شنو غير الفرق؟ هو شنو الفرق؟ هو في لي بيسور. الو فولياسيون سو سون دي بوند فويتي، ولكن الي ايبيس بارابور هنا سون مانس، هنا ايبيس. دو بوند كلير، دو بوند كلير اي سومبر، كلير سومبر كلير سومبر انسي دي سويت. اذا هنا حنا شدينا واحد لي غوش مثلا، عطاني هاد الوثائق في الامتحان كنحللهم، هذه هي الطريقه. زيد الوغ شنو لي كونستاتاسيون اللي نقدر ندير؟ كيقول لك شوف من هاد لاغوش لهاد لاغوش عندنا هاد المعدن وهاد المعدن وهاد المعدن، وهنا عندنا هاد المعدن وهاد المعدن، كيف ما درنا في الفيديو الاسبق. اذا اون كونستات ان موديفيكاسيون دو لا مينيرالوجي كي مونتر ان ديسباريسيون دو سيغتان مينيرو، يعني كيختفي بعض المعادن بحال سيريسيت كلوريد، اي لاباريسيون دو سيغتان دوطخ كيظهروا وحدين اخرين بحال البيوتيت والميسكوفيت على سويت دو رياكسيون مينيرالوجيك. الوغ دوطخ مينيرو غيست ستابل، غيست ستابل. هاد ثلاثة الجمل اولا هاد بيتيت باراغراف راه تقدر تاخذها وتريني على كيفاش انك تستعملها. اون كونستاتي لوكومونتاسيون بروغريسيف دو لا تاي دي مينيرو، هادي شي كنشوفو بعيني. هنا عندنا ان تاي، هنا كاينو شي معادن ما بقاوش، راه كيكونوا عاطينكم السميات المعادن اللي كاينين في كل فيغور في كل غوش، وهنا سميات المعادن اللي كاينين. دونك كنقول هادو اختفاو هادو بقاو هادو ظهروا، وكنستنتج بخصوص لا تاي شنو وقع. هذا هو انا كنحلل في لا غوش، الا خديت ان غوش اولا دو غوش وخصني نقارن بيناتهم، راه هادشي اللي غنقول مدى عادن اللي كانت. علاش؟ لان هاد لا غوش اخ ا مثلا هي واحد لا غوش اوريجين ديال اخ 2، يعني اخ 2 هي التحول، هي جات نتيجه التحول ديال اخ 1. دونك هذا واحد الميتامورفيزم. شنو كنقدر نستخلص؟ لا ستريكتشر،
والشيستوزيتي ولافولياسي لي مينيرو كي اباريس اي كي ديسباريس اي كي ريست ستابل وندير واحد لا كونكليزيون على لا تاي دونك هادو علاش لان قلنا كاينه لا تيكستور لا ستركتور كتغير لا ستركتور كتغير لا تيكستور كتغير لا كومبوزيسيون مينيرالوجيك وهاد التغير كيكون على طا سوليد كيسك سيك لو مينيرال انديكاتور او بيان لو مينيرال اندكس المعدن المؤشر الو هاد المعدن المؤشر تاع المينيرال كي سو فورم dans des conditions précises de la température de la pression. هاد المعدن المؤشر هو واحد المعدن اللي كيتصيب في واحد الظروف جد 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 محدده ومعروفه وباينه ديتيرميني او لابوراتوار يعني محددين في المختبر. لو دومين دو ستابيليتي دو بون مينيرال اندكس اي تري ريدوي المجال الاستقرار ديالو كيكون صغير وبالتالي فاش كنلقى هذاك الصخره فيها هذاك المعدن كنقول هاد الصخره راه تكونت في هاد التمبيراتير في هاد لا بريسيون يعني كنقدر نعرف نحدد انطلاقا من هذاك المعدن اللي لقيتو في هذيك الصخره كنقدر نحدد الظروف التكون ديال هذيك الصخره واللي كتكون جد جد محدوده وبيان ليميتي في دون لو طون دون لسباس اي تيموا دي كونديسيون دو فورماسيون دي روش ميتامورفيك فاش كنلقى هذيك الاندكس مينيرال اندكس في واحد الصخره كنعطيه لي كونديسيون ديالها بحالاش الاندلوسيت est un bon minéral indicateur d'information à haute température بحال مثلا الاندلوسيت هو واحد المعدن اللي كيدل على يعني احسن معدن كيدل على انه كاينه ان فورماسيون بين دي فورماسيون ا هوت تمبيراتور وكاين لو دومين دو ستابيليتي اللي قلنا ديال هاد المعدن كيكون بيان دونك كيفاش هو الدومين ستابيليتي هو واحد المجال اللي ما كيخدعوش فيه لي غوش الميتامورفيزم يعني اللي كيكونوا فيه مستقرين هذا هو الدومين دو ستابيليتي ولكن اون فوا اوني اور دو لا دو دومين دو ستابيليتي لي غوش فون سوبير دي ترانسفورماسيون يعني فاش كتزاد لا تمبيراتور على لا تمبيراتور دو ستابيليتي او لا على لا بريسيون كتزاد لا بريسيون على لا بريسيون دو ستابيليتي كنخرجوا من مجال الاستقرار وكنمشيو اذا الله يخليكم لو مينيرال اندكس هو واحد لو مينيرال كي انديك او بيان كي تيموان لي كونديسيون دو فورماسيون دو روش ميتامورفيك لو احسن مينيرال اندكس هو المينيرال اندكس اللي عنده دومين دو ستابيليتي تري ريدوي مفهوم الى اخره الوغ هنا الله يخليكم ردوا معايا البال مزيان هنا ردوا معايا البال مزيان هنا يلاه خليكم هنا عندي لا بريسيون بالجيجا باسكال بالجيجا باسكال وهنا عندي عفوا هنا عندي لو بروفوندور وهنا عندي لا تمبيراتور تبع معايا مزيان الله يخليك لا بغيتي تفهم لا بغيتي تفهم ما بغيتيش على خاطرك شوف معايا هنايا هاد الشيء اللي من الاول هنايا بالاورانج هذا كامل الي الي يعني فيه لو سوليد زائد ليكيد مفهوم فيه شي كلكو شوز كي سوليد زائد كلكو شوز كي ليكيد اسيد سويت اي سي بارلو دو اي لي سيباري دو دومين سوليد مفروق على لو دومين سوليد دابا الا جبتي الا جيتي تشوف معايا عندنا واحد ثلاثه الخطوط الحمرين عندنا هذا وعندنا هذا الوغ كيفرقوا لي ثلاثه المجالات صافي كيفرقوا لي ثلاثه المجالات كذلك عندي شحال عندي هنايا دونك شوف معايا تبع معايا مزيان اغ ان شنو هي الظروف اللي كاينه فيها اغ ان مثلا اللي قلت لك اغ ان شنو هي الظروف اللي كاينه فيها شنو هي الظروف اللي كاينه فيها اغ ان تبع معايا مزيان هاديك اغ ان كاينه في واحد لا هوت تمبيراتور هوت تمبيراتور يعني 1000 دوغري لا تمبيراتور 1000 دوغري ولا بريسيون باس دونك هوت تمبيراتور باس بريسيون هوت تمبيراتور باس بريسيون مفهوم اغ ان بغات تولي اغ دو يعني شنو هما الظروف اللي غادي يتغيروا واش كتغير لا بريسيون ولا تمبيراتور لاحظ معايا كتبقى في نفس لا بريسيون هي لا بريسيون كتقرا هنا كتبقى في نفس لا بريسيون ولكن لا تمبيرا كتقدر تغير من 1000 حتى ل 500 اذا
هذا اش من تحول خدعت لو لاغوش ار 1. دونك سيت ان ترانسفورماسيون كي ني با ديناميك مي الي تيرميك، كتنقص درجه الحراره. شوف معايا ار 2 باش غتمشي لعند ار 3، يعني باش تحول ار 3 فشنو تيوقع؟ لاحظ معايا، اولا كنخرجوا من هذا المجال الاستقرار ديال الاندلسيت اللي هو هذا اندلسيت، وكندخلوا في واحد المجال الاستقرار ديال الكستان. الو هنا ار 2 باش تولي ار 3، لاحظ معايا واش تغير دينامي ولا حراري. دونك الا لاحظتي معايا لا تمبيراتور كتنقص منين؟ كتنقص من، يعني كتمشي من 0.5 تالين تل تقريبا 100 او لا 120 دوغري سيلسيوس. دونك هنا من 500 حتى 400 الى من 500 عفوا حتى 100 باش كنقص لا طومبيراتور، زائد لا بريسيون كتمشي تقريبا من 1 جيجا باسكال حتى 2 جيجا باسكال. الى لاحظتوا ار 3 باش تولي ار 4، تبع معايا. دونك هنايا من ار 2 عفوا ار 3 هذا سي كوا، دونك هو تحول دينامي حراري حيت كيتغيروا فيه بجوج. ار 3 لار 4 لاحظ معايا راه كتغير، شنو اللي كيتغير؟ بطبيعة الحال كتغير لا بريسيون، ولكن لا تمبيراتور هي بريسك ستابل. دونك بريسك ستابل، دونك سي ان ترانسفورماسيون ديناميك، حيت غير لا بريسيون اللي كتزاد، اما لا تمبيراتور تقريبا شي من عديم انسي دو سويت. لاحظ معايا من ار 6، من لاغوش 6 لاغوش 7، الوغ شنو كيوقع؟ اولا لا بريسيون كانت شي تقريبا 3 3.5، ولات تقريبا 1، ولا طومبيراتور كانت تقريبا شي 700 800، ولا تقريبا 100. وبالتالي هنايا حتى هادي سي تان ترانسفورماسيون تيرموديناميك، ولكن كتنقص فيها لا بريسيون كتنقص فيها لا طومبيراتور. المهم كاين لا ترانسفورماسيون اللي كتزاد فيها لا بريسيون، وكاين لا ترانسفورماسيون اللي كتنقص فيها لا بريسيون. كاين اللي كتزاد فيها لا طومبيراتور، وكاين اللي كتنقص فيها لا طومبيراتور. كاين اللي كيتزاد لا طومبيراتور وكتنقص لا طومبيراتور، يعني كاين اللي كيتزادوا فيهم بجوج لا طومبيراتور ولا بريسيون، وكاين اللي كينقصوا فيهم بجوج لا طومبيراتور ولا بريسيون. كاين اللي كتزاد فيه لا بريسيون كتنقص فيه لا طومبيراتور، وكاين اللي كتزاد فيه لا طومبيراتور كتنقص فيه لا بريسيون. هذا هو التحول. دابا غادي نزيدو نفهموا هذا الشيما. الو كيفاش ندرسوا هذا لو دياغرام ديال لو دومين دو ستابيليتي؟ الو اولا خصني نعرف كيف ما قلت لكم بان هذا الدومين كيتقسم، كيعطيو لنا بعض المرات مقسم لثلاثه المجالات ديال الاستقرار، وهما الاندلسيت اللي هو هذا مؤثر بهاد جوج الخطوط الاندلسيت، ثم الديستين الاندلسيت عفوا الاندلسيت، وكاين اس اي هذا اللي هو السليماليت، وكاين الديستين اللي هو الكي اي غريك، وعاد كاين عندنا سكون نابيل لو غرونا. دونك هو هذا جاديت بيوتيت الى اخره. الو هنا في هذا الفيديو هذا راه بغيت نشرح لكم انا هذا الميبيان باش نهار تلقاه في الامتحان ما يدوخك، ما تدهشر من حتى شي حاجه. دونك هادو سون دي روش، هادشي كامل اللي كتشوفو هنا سون دي غوش، هادو واحد الصخور. هاد الصخور هادو كل وحده في واحد المجال ديال التحول. مثلا الا خديت من هاد الخضر، هاد الخط الاخضر لهنايا للفوق، هاد الخط الاخضر للفوق، اي حاجه هنايا، اي حاجه هنايا فعندها كيوقع لها تحول حراري. تحول حراري، كيفاش تحول حراري؟ يعني غير لا طومبيراتور لي تري امبورطون في لا فارياسيون ديالها، ماشي لاخر، يعني لا بريسيون ضعيفه. فوالا. دونك هنا كتشوفوا كيما كل مصطلح، مثلا بي سي، دونك بي هما البيوتيت، سي هما الكلوريت، الاف كا هما الفيلد سبات البوتاسيك، انسي دو سويت. فوالا فاش كيقول لك مثلا Déterminer le domaine de stabilité des minéraux suivants.
دومين دو ستابيليتي دو مينيرو سويفون. انا غنعطيكم غير مثال حيت كاين بزاف هنايا ما يمكنش لي نعطيكم كلشي، انا نعطيكم غير مثال. وهنا ضروري خصني نغير هذا واحد الدقيقه عفاكم. فوالا اهو بدلوا لي لا كولور مزيان. الوغ تبع معايا فاش كنقول لك الدومين دو ستابيليتي ديال الاندلسيت. فوالا هاد الاندلسيت فاش نقول لك الدومين دو ستابيليتي راه كنقصد بهم لا تمبيراتور ولا بريسيون. غير هو هاد لا تمبيراتور غتخرجني الماكس والمين، ولا بريسيون كذلك الماكس والمين. فإلا جيت الاندلسيت هو هذا المجال ديالو، مفهوم؟ هو هذا. اذا غادي ناخد من هنايا، غادي ناخد واحد الخط متقطع. دونك الاندلسيت اكبر بريسيون كتجي تقريبا 2.6 صافي. عفوا. اذا الاندلسيت البي ماكسيمال بريسيون ماكسيمال هي 2.6، والمينيمال ها هي راه كتبان هي الزيرو. المينيمال راه هي الزيرو بالنسبه للاندلسيت. بالنسبه لا تمبيراتور الماكسيمال ديالو تقريبا 1300، والمينيمال ديالو تقريبا هي 100. مفهوم؟ اذا ما بين 100 و 1300 وما بين 0 و 2.6. الى جيت نحدد المجال الاستقرار ديال السيليمانيت، فاصغر تمبيراتور عند السيليمانيت دونك هو هذا السيليمانيت، واصغر تمبيراتور كاينه في هذه النقطه. دونك غادي ناخذها من هنايا اصغر تمبيراتور. اذا هذا هو المجال ديال السيليمانيت، هذا كامل المجال ديال السيليمانيت محدد بهذا، محدد بهاد الجوج هاي، حدد بهاد الجوج هادو. ودونك هذا هو المجال ديال السيليمانيت، اصغر تمبيراتور هي هادي، مفهوم؟ دونك تقريبا 600، واصغر بريسيون هي 0 صافي. اكبر بريسيون تقريبا هنايا 6، واصغر بريسيون هي 0. اصغر تمبيراتور قلنا هي 600، واكبر تمبيراتور يعني راه 1500 الفوق. اذا مشيت لاي واحد اخر الى اخره، مثلا بغيت ديال الكلوريت، مفهوم؟ دونك غادي نحاول نمسح هادشي شويه باش نقصو من هادشي اللي درنا. فوالا الوغ راه تاخد اي معدن اي حاجه تقدر تحدد ليها لا بريسيون ولا طومبيراتور ديالها، وبالتالي هادوك هما لي كونديسيون اللي كيشكلوا لو دومين دو ستابيليتي ديال هاديك لاغونش. مفهوم؟ هادوك هما لي كونديسيون اللي كيشكلوا لينا لو دومين دو ستابيليتي ديال هاديك لاغونش اللي كندرسو حنايا، اولا اللي بغينا نديرو ليها ليتي. دونك هذا هو. الوغ الى مشينا هنايا مثلا بغيت ديال الكلوريت، شنو هو الكلوريت؟ هو السي. الوغ فاش كنمشي للسي راه هي هادي دومين، مجال الاستقرار ديالها ما عندهاش دومين، وانما عندها واحد البوان اللي كدير فيها لا ستابيليتي، واللي هي هادي. كنحددها بلا بومبيراتور هنايا وبلا بريسيون اللي كاينه هنايا. نفس الشيء بالنسبه للبي، كنقرا لا تمبيراتور ديالها ولا بريسيون ديالها هنايا. هادو علاش؟ هادو سون دي بوان. ولكن لاحظ معايا الفيلد سبات، الا مثلا قلت لك الكرونه، الا قلت لك حدد الدومين ستابيليتي ديال الكرونه، راه الكرونه راه هو واحد الخط، ومادام تيكون خط يعني اصغر تمبيراتور ديالو هي هادي، واكبر تمبيراتور ديالو هي هادي، مفهوم؟ دونك ما بين 600 ما بين 500 و 700. اصغر بريسيون هي هادي دونك تقريبا 3، واكبر بريسيون تقريبا 7، مفهوم؟ اذا هنا راه خصك تميز. راه بعض المرات كيطلبوا منك تحدد لا بريسيون ديال واحد، اولا تحدد الدومين دو ستابيليتي، وبعض المرات كيطلبوش منك الدومين دو ستابيليتي، ولكن تيطلبوا منك غير لي كونديسيون. وفاش كيقول لك لي كونديسيون راه ماشي بالضروره يكون ان دومين، تقدر تكون غير نقطه نقطه، ويقدر يكون مازال على حسب المعطيات ديال التمرين. شوف معايا دابا فاش غادي نمشيو الجزء الثاني من هاد المعطيات. ديتيرميني، شوف السؤال شنو قال لك. السؤال الاول قال لك ديتيرميني لو دومين دو ستابيليتي. لو دومين دو ستابيليتي يعني مجال الاستقرار ديال هادو اللي هما الكلوريد الى اخره. الفيلد سبات بوتاسيك هو هذا الدومين استقرار ديالو، الكلوريت والبيوتيت هما هادو، دونك شفناهم كاملين. دابا كيقول لك حدد لا فاسي ميتامورفيك لو دومين دو ستابيليتي انسي كو
le type de métamorphisme. Des roches R1, R2, afouan, R4, R5. R2, les Yahadi. R4, les Yahadi. R6, les Yahadi. R2, R4, R6, les Yahadi. Alors, حدد قال لك la fascie métamorphique. La fascie métamorphique, ou la سحنة التحول. شنو هي سحنة التحول؟ هما لي كونديسيون ديال لا تمبيراتور لا بريسيون لي 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 تحولت فيهم، مفهوم؟ الوغ ولا اللي غتكون دونك فاسي ميتامورفيك يعني سحنة التحول. والدومين دو ستابيليتي مثلا اخ دو غناخدو ليه الدومين اكبر تمبيراتور اصغر تمبيراتور اصغر بريسيون اصغر الى اخره. اذا شوف فاش كتكون عندي واحد لوغونش مثلا كيف ما هذه اللي كنرسم انا دابا بالاحمر وبغيت نعرف الدومين دو ستابيليتي ديالها، فمجال الاستقرار ديالها كناخذ من هنا من الفوق اصغر تمبيراتير ومن هنا من التحت اكبر عفوا اصغر. هذه المين ديال لا بريسيون، هذه الماكس ديال لا بريسيون. كنجي هنايا راه اصغر تمبيراتير واكبر بريسيون. تقدر تكون شي 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 حاجه اولا شي صخره المجال الاستقرار ديالها داير مثلا بحال هذا الشكل هذا، شنو غادي ندير هنايا؟ شنو هي اصغر تمبيراتير؟ اصغر تمبيراتير هي اصغر نقطه او اصغر قيمه درجه الحراره غنحصل عليها هنايا، فهم؟ اكبر قيمه الدرجات غنحصل عليها هنايا. بالنسبه لابريسيون ما غاديش ناخذها مثلا من هنا، لا غادي ناخذها من اصغر بريسيون اللي هي هذه غتكون عند هنا، مفهوم؟ واكبر بريسيون غتكون عند هذه وهذه شكون هابطه لتحت، دونك هذه اذا هذه عندها الاكبر بريسيون. كيف ما بغى يكون الشكل، كيف ما بغى يكون الشكل كنحدد طبيعه الميتامورفيزم، كنحدد عفوا لاسيري ميتامورفيك او الفاسي ميتامورفيك. ثم كيبقى لي حاجه واحده اخرى وهي شنو؟ الوغ الا كان المجال تبع معايا لكن دونك انا غادي نقصوا شويه من هادشي اللي كتبنا باش نقدروا نشرحوا لكم البقيه ديال المعطيات اللي كاينه في هاد الوثيقه هذه. الوغ هنا الا لاحظتوا معايا الا شفتوا معايا مزيان هاد الشكل هذا، فهذا كيبين انه واحد الخطوط، راه كاين واحد الخطوط متقطعه او واحد المستقيمات بالنقاط. هاد المستقيمات بالنقاط شنو كتبين لينا؟ الا لاحظتوا الوغ راه كاينين ثلاثة، ومادام كاينين عفوا كاينين وي كاينين ثلاثة، وهاد ثلاثة كيقسموا ليا لو طابلو أربعة المجالات. باش نشرح لكم كيقسموهم أربعة المجالات، ركزوا معايا مزيان. أولا هاد المجال هذا اللي هنايا يعني اللي تحت هاد الخط الخضر هذا، هاد الخط هذا الخضر هاد المجال. إذا هاد المجال اللي هنايا هادو اي غوش كاينه هنايا مثلا غوش اغ ا و اغ دو ولا غوش 3، هادو اي غوش كتنتمي لهذا المجال فانها كتخضع لواحد لا ترانسفورماسيون تيرميك او بيان واحد الميتامورفيزم تيرميك. علاش؟ لان غير لا بريسيون اللي كتغير ولا تمبيراتور الى فهم. كاين المجال الثاني، الخط الثاني هو هذا، والمجال الثاني هو اللي ما بين الخط الاول والخط الثاني. دونك اي غوش مثلا اندالوزي سيلامينات لا سيلامانات لا غوش 6 غوش 2، هاد لو غوش كاملين كيخضعوا لواحد لا ترانسفورماسيون تيرموديناميك. شنو معني التيرموديناميك؟ معني تديناميك حراري، يعني كتغير لا بريسيون ولا تمبيراتور. كيبقى لينا هاد المجال هذا واللي هو ما بين الخط الثالث عفوا ما بين يعني وي ما بين الخط الثالث والثاني، دونك هو هذا المجال. الوغ هذا المجال هذا حتى لهنايا هذا المجال كتسمى ان ترانسفورماسيون ديناميك. علاش؟ لان اللي كيتغير بزاف هو لا بريسيون، ما كتغيرش بزاف لا تمبيراتور، كتغير بزاف لا بريسيون، بالتالي هذا كيتسمى ميتامورفيزم ديناميك. شنو كيبقى ليا؟ كيبقى ليا هذا المجال هذا اللي ما بين الخط الثالث والمحور ديال الافاصيل ديال لابريسيون. اذا هذا المجال هذا فهو فيه واحد الظروف اللي غير متواجده في الطبيعه، وبالتالي لا يمكن ان نتكلم على اثناء التحول. اذا هكذا كنكونوا شرحنا جميع المعطيات المتقلقه. دابا هذا لو دياغرام دو ستابيليتي غادي نسقطوه في مكان اخر ونطبقوه
في لا زون دو سيبديكسيون. الوغ تبع معايا، في لا زون دو سيبديكسيون، تبع معايا مزيان، في لا زون دو سيبديكسيون عندنا لا بريسيون لا تمبيراتور. دونك هنايا فاش نشوف بي ولا تي راه خصني نعرف بان بي و تي كتعني، مثلا بي كتعني لا بريسيون، تمبيراتور كتعني تي كتعني تمبيراتور، اش كتعني هوت، و بي كتعني باس، و ام كتعني موين. الوغ او نيفو دو دورسال كيطلع الماغما، فاش كيطلع الماغما كيتكون عندي البازالت والكابرو وكيؤدي للدفع ديال هاد لا كروت اوسيانيك او بيان ليتوسفير اوسيانيك او بيان لا بلاك اوسيانيك سو لا بلاك كونتينونتال. الوغ هنا فاش كتدخل لا بلاك اوسيانيك سو لا بلاك كونتينونتال فراه كاين غير لو ميتامورفيزم ديناميك، ما كاينش حراري. علاش؟ لان هادي تقريبا كتحافظ على الحراره ديالها باسكو لي لي تري فخوا، مفهوم؟ اذا هنا كنقولوا هوت بريسيون باس تمبيراتور، هوت بريسيون باس تمبيراتور. وهنا كاين الشيست فيغ ميتا كابرو 1 والشيست بلو ميتا كابرو 2 والايكلوجيت ميتا كابرو 3، مفهوم؟ هادو هما الصخور او لا سيري ميتامورفيك اللي كاين هنايا. الوغ بليس كونسيلوان دي دونو دي دورسال، كل ما كنبعدو على لو دورسال هيدروتيرمال لو تراجي ايدراتون، يعني هنا الاش دوزو مع الاو اش افيك بي ايغال، دونك هنا بي كونستانت و لا تمبيراتور كتنقص في لا زون دو سيديكسيون. دونك هنا غير فاش هادشي هذا غير فاش كنبعدو على الدورسال، كنبقاو هنايا ولكن كنبعدو على الدورسال. لا بريسيون كونستانت ما كتغيرش ولكن لا تمبيراتور كتنقص هنايا، مفهوم؟ دابا هنايا فاش كنمشيو ندخلو في لا زون دو سيديكسيون كندخلو في واحد تراجي ديزيدغاتون. شنو معنى تراجي ديزيدغاتون؟ يعني هاد لا زون دو سيديكسيون هنا هاد الطبقة هادي او لا ليتوسفيغ اوسيانيك كيبقى يطرح لا اش دوزو ديزيدغاتون بالنسبة لي من، دونك ديزيدغاتون بالنسبة لا كروت اوسيانيك او بيان ليتوسفيغ اوسيانيك، او ايدغاتون بالنسبة لاستيروسفيغ ديال هاديك الطبقة. وش اللي كيخدي خدي لا بريسيون ترتفع حيت كتنغارز، و لا تمبيراتيغ هي بريس كونستانت، داكشي علاش قلنا هوت بريسيون باس تمبيراتيغ. دابا هنا كيكون عندنا كذلك الميتام هنا مثلا في الجناب، يعني بعيد على هاد المنطقة كيكون عندنا الشيست الوغ ارجيل، كيتحول الشيست، كيتحول الميغا شيست، كيتحول الجنايس، يتحول الميغماتيت، وغيعطينا واحد الجرانيت اناتيكسي ولا جرانيت انتريسيف. هادي سي تشين موين بريسيون موين تمبيراتور، ميتامورفيزم تيرموديناميك، لا تمبيراتور ديالو ضعيفة ومتوسطة. دونك هذا سي تام ميتامورفيزم ريجيونال، في ريجيونال. دابا هنا فاش كيتحرر الاش دوزو إليا ليبيغاسيون اش دوزو، غيأدي هادي الشيء لا فيزيون بارسيال ديال ديال البيريدوتيت ديال لابلاك شوفوسون. الوغ هنا كيعطينا واحد لو ميتامورفيزم تيرميك دو كونتاكت او بيان دو كويسيون اللي كيكون ا هوت تمبيراتور اي ا باس بريسيون، ا هوت تمبيراتور اي ا باس بريسيون. هادي هي الخلاصة وهادي هي النهاية في الميتامورفيزم. نلتقيو في فيديو اخر باش نشوفو فيه الماغماتيزم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.